الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن Thank you.
اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، سفراء الذكر يا ابناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا ابناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك، أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك. تستحق التاج فالبسه وألبسه والدي. يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوقون.